بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تيدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. تنتمنى لكم حظ سعيد السنة الجديدة، تنتمنى لكم حظ سعيد لكل الناس اللي دخلوا عندي القناة ودعموني، وتنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم وعلى الحب ديالهم، تنشكرهم بزاف، وكلمة الشكر قليلة في حقهم. الناس الجداد والقدام تنقول لهم شكرا. تنشكر الزوار اللي تيطلوا وتيخرجوا ولو ما يديروش ليا لايك ولو يخليوه تعليق إيجابي أو سلبي، تنقول لهم شكرا شكرا، دعمتوني بزاف وعطيتوني الحب وعطيتوني الاحترام، تنشكركم بزاف. ولكن اليوم أنا هدية مني إليكم، إن شاء الله تخرجوا هذا العام اللي باقي بالرحمة وبالعفو، وأنا نعطيكم واحد الصيغة كريمة للمطالب، أي مطلب، شفاء العاجل، الخدمة العاجلة، أي حاجة بغيتها بإذن الله الواحد القهار، ولكن داوم عليها واحد المدة، وغادي إن شاء الله غادي البوادر ديال هاد الكلمة أو الآية اللي في سورة ياسين لها معنى كبير، خصوصا إذا كانت عندك أم مريضة طريحة الفراش وما تقدرش تنوض، ما عندهاش العظم الصحيح، ولكن هي جيدة في الشفاء، ولو تقراها على ماء، واخا امك ما بغاش تقراها، تقراها انت او انتي او البنت اللي تعطل عليها الزواج، او الولد اللي جالس من العمل وما عندوش، جالس ومقناط وقانطة به الحياة، وتيقول انا ما عنديش الزهر وانا قريت وما درت والو. كاين باب الكريم، كاين باب الرحيم، كاين باب الجواد اللي تندقوا عليه وما تيخليناش. اذا احبابي في الله، جبت لكم صيغة كريمة كنت نديرها بزاف بزاف، وفعلا عطاتني باب الفرج اللي حليت به بزاف، عطاتني مفاتيح الفرج وحليت بها بزاف البيبان. الحمد لله والشكر لله. تنتمنى لكم حظ سعيد، وتنتمنى لكم تكونوا ربي هو اللي عالم وعالم على هذا الشيء اللي تنقول. إن شاء الله بحول الله وقوته، خصوصا تنقول لكم المطالب والشفاء. الناس اللي عندهم مرض، الناس اللي عندهم عيو ما يديروا في الوصفات، عيو بأنهم يأسوا، ولكن غادي ناخد واحد الأسبوع مدة زمنية، وغادي إن شاء الله غادي نشوف البوادر اللي غادي إن شاء الله بحول الله وقوته. هاد الآية اللي في سورة ياسين هي اللي غتعطيكم الإجابة، لأن آية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نقولوا بسم الله، وغادي إن شاء الله نقراو سورة ياسين، نقراو سورة ياسين كاملة، نبدأ من سورة ياسين حتى نبدأ من سورة ياسين من الأول حتى نوصل إن شاء الله بحول الله وقوته. لها تجليات كبيرة ولها عظمتها، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي تخاطب الناس غدا من يكونوا الناس في الجنة، غادي يسلم وغادي يقول سلام قولا من رب الرحيم. الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الجنة، سبحان الله العظيم، سبحان الكريم، سبحان الجواد. الرحيم هو الله، الجواد هو الله، الكريم هو الله. سورة ياسين لها عظمتها ولها مفاتيحها المبينات السبعة،
هي فيها تجليات كثيرة. علاش ما قريتي سورة ياسين؟ يتحقق لك المراد. سورة ياسين ولو تهضر فيها ليلا ونهارا لا تكمل مفاتيح الخير ديالها، لأنها تنتغاضى على آيات القرآن. كريمة حطها لنا الله سبحانه وتعالى، كنوز من كنوز الجنة. أنحاول أنني ناخد هذه السورة الكريمة، سورة ياسين، وغادي ناخدها واحد المدة على حسب طاقتك انت يا وقت ما بغيتي ديرها، ولكن هي من مورا العشاء، ديرها من مورا العشاء، انك تكون في واحد الزاوية، تكون مضي مصلي ذاكر الله، تتصلي صلاة العشاء وتصلي ركعتين. تنتمنى انك تديرها في ثلث الليل من الأحسن. بغيتي المطلب ديالك ديما نحط ثلث الليل، لأن ثلث الليل جيد في المطالب سبحان الله، لأن تكون واحد السكون، واحد طاقة رحمانية لا يعلمها إلا هو. الله هو اللي تعلم في هذاك الوقت أشنو توقع في هذاك في ثلث الليل، لأن تكون واحد الصفاء، تكون واحد الهواء رطب، وتكون تتحس بأن كلامك مسموع. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، له مفاتيح الخير في الناس اللي في ثلث الليل لهم أجر عظيم عند الله. نحاول أنني نقرأها تنوصل سلام قولا من رب الرحيم. غادي إن شاء الله غادي نقرأها، غادي نصلي ركعتين في ثلث الليل. هي أول حاجة ديما تنستغفرو العدد اللي بغيتي، تنبدأ بسبعين مرة أو مئة مرة، وتنصلي على الرسول سبعين أو مئة. وغادي إن شاء الله، غادي إن شاء الله نحاول أنني نتوجه إلى القبلة، نكون على وضوء، نكون على صلاة، نكون على استغفار، بالصلاة على الرسول، صلاة على الرسول، مفاتيح أديال الخير، مفاتيح أديال الخير. لأن الله سبحانه وتعالى تيكون تيسمعك في ديك الساعة إلى تقبلتي إلى القبلة. غادي ناخد تسبيح، غادي ناخد تسبيح بعد ما صليت وذكرت الله ودرت صلاة الحاجة واستغفرت وصليت على الرسول. ومن بعد غادي ناخد هاد الآية، غادي ناخدها 303، 303 للمطالب، أي مطلب بالنسبة للبنت اللي باغا تزوج، البنت اللي باغا أنها تحقق لها أمنية الزواج، البنت اللي عندها حبيبها خلاها وتركها وما سولش فيها وبقات فيها الغضب وبقى فيها الحسرة وكلام الناس، البنت اللي بغات أمنية في خاطر ديالها وما جاتش. هالمفتاح، هالمفتاح ديال الفرج، مفتاح الفرج بإذن الله الواحد القهار. إن الله سبحانه وتعالى كريم. غادي إن شاء الله غادي ناخدها 303، ونحاول أنني نقرأها بتمعن، ولكن نحاول أنني نضبط العدد. هذا فيه 99، نضيف حبة، نضيف وحدة، هما الكمالة ديال 100. ناخد نكمل ونكمل، نديرو ثلاثة المرات ونزيد ثلاثة مرات فوق هذا. المهم مفهوم التسبيح 303، ونقول الأمنية ديالي، نقول الأمنية ديالي، الأمنية ديالي هي أن ترزقني ولد، أن تعطيني أمنيتي. إذن لها شأن عظيم، خصوصا تقول لكم خصوصا الشفاء.
الشفاء هي جيدة للزواج، جيدة للعمل، جيدة للنصر، جيدة. هي علاش ما حطيتي سورة ياسين؟ لها عظمتها ولها قوتها. أحبابي في الله، تنتمنى نكون خفيفة على قلبكم، وتنتمنى أنني نفيدكم، وتنتمنى أنكم تدعموني بلايك، تعطوني دعمكم باش نعرف راسي واش نزيد في هاد السيرة ديال القرآن، ولا نوقف، او ما اعطيتكمش داكشي اللي بغيتو. تنتمنى انني نكون تنفيدكم، لانني تنخدم تنعطي وصفات ربانية من القلب الى القلب. انا تنكون تنشوف الناس كاملين، وانني بحال تنهضر معهم، وبحال تنتكلم معهم، وبحال قرابين على قلبي. تنتمناكم تكونوا حبابي، نبغي نشوفكم العام الجديد بخير وعلى خير. ربي يعاونكم ويسهل عليكم ويفتح لكم مفاتيح الخير. تنتمنى لوليداتي وبنياتي واخياتي يكونوا بخير وعلى خير، وربي يجازيكم على الحب اللي تحطوا ليا في القناة. وتنتمنى لكم حظ سعيد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.